مش مقطعين. انا ما عنديش بطاقه تعريف. هاني ماشي ندس في ساقي. فهمتني؟ ان شاء الله. ها ان شاء الله. بطاقه تعريف ما عنديش. انت خفي خدم مانيش فاهم حتى حزب وما مش انا ما فهمش حتى حزب يعني يحكي بحقيقه ولا ماني حتى حزب اي ما تمشيش معناتها هذاك صوت خساره معناتها من بعد خساره فما خاطر رحت القائمه المستقله الصغيره وكل شيء فيهم ناس معناتها انا الحزب كنا هذا كنداء تونس الحزب كل مانيش فاهمه مدني ما انا ما عطيك حتى حد حاجه صحيحه كنت وليدي كيف فما حزب أخرى صغيرة؟ هي حزب أخرى صغيرة كيفاش مش عارفها؟ أنا ما حزبش ما فهمتش حزب الكبار مش فهم حزب الصغير؟ ما انتخبتش؟ عليك؟ مانيش مقيد مني عليك مقيدش ما عنديش بطاقة تعريف رب رب يا أخي اللي عندي شكون باش ننتخب ترى؟ أنت عاد تفرج فيه في التلفزيون أنت اللي نفرج فيه في التلفزيون كله كيف؟ ما فما حد شيء صحيح ما غير حد شيء زاد لا عاد علاش؟ فما الاحزاب الصغيره هذيك اللي قاعده في روحها كلها على بعضها اش بيك تعمل هكا؟ قاعده الانتخابات ملادي قاطع الانتخابات جنة ما قلت منها حتى شيء خاطر الانتخابات كلها تخدم لا الانتخابات ولا الثوره زاد كلها تخدم المصالح لينا كان المعايشه غاليه ما تشوفونا واحد باهي وينو هالواحد باهي ثم واحد خايبين اعطيني شكون الباهي اعطيني شكون الباهي جيب لي شكون الباهي خليك عليك ها وقيك ماليش شكون بشبوش ماشي تاريخه بني اسود الباهي تاريخه 20 سنة شنو 20 سنة غنوشي تاريخه اسود فهمنيش سمي لي واحد اخر الراجل كاهب عالمية خلينا بالتفصيل بشبوش الباهي تاريخه اسود فهمني غنوشي تاريخه اسود معراي تاريخه اسود فهمني جبالي تاريخه اسود سليم رياحي تاريخه اسود اعطيني واحد هاي الرياحي الرياحي تاريخه اسود